تعتبر مدارس المنصورة كوليدج من أكبر المؤسسات التعليمية في مصر التي تحتوي على مساحات خضراء. المساحات الخضراء مهمة جدا للطلاب لأنها بتنمي مهاراتهم وعقولهم. كمان بتساهم المساحات الخضراء في جودة البيئة الداخلية، وكمان المساحات الخضراء بتنقي الهواء وتتحكم في المناخ، وبتخلق بيئة جذابة بتنمي المواهب عند الطلاب، وده بيساعد على تحسين مستوى تركيزهم وبالتالي على أدائهم التعليمي. Green areas are one of the most remarkable features in Mansoura College. We hope this concept will spread within educational institutions in Egypt and Arab world to improve student performance throughout scholastic year.